فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في طهارة جلود الميتة بالدباغ؟ هل تطهر بذلك فتجوز الصلاة فيها؟ قول الراجح أنها إذا كانت الميتة مما يحل أكله لو ذكي، فإنه استعمل جلده المدبوغ. إذا ماتت الشاة أو مات البعير أو مات البقر، يعني صار ميتة وأخذ جلده ودبغ، الصحيح أنه يجوز استعماله، لأنه يطهره الدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر، طهره الماء والقرض. نعم. أما غير المأكول فلا يجوز، هذا هو الصحيح. نعم.